ومما يدلك على هذا الشأن أن الأمة في عصورها الأولى سعت إلى تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابتها، ولا يظن النظان أن الكتابة إنما جاءت في القرن الثالث، فهذا ظن ليس بصحيح، بل الكتابة وجدت في العصر الأول، فقد كان عدد من الصحابة يكتبون الأحاديث النبوية، وقد وردت رواياتهم مكتوبة رواها عنهم تلامذتهم. ثم لما جاء القرن الثاني أيضا ضبطت هذه المرويات وكتبت وحررت، ولذا فإن كثيرا من رواة الأحاديث كانوا يضبطون أحاديثهم بضبط الكتاب مع ضبط الصدر، ولذا يقال فلان ضابط كتاب وضابط صدر، ولكنهم لم يسعوا إلى نشرها وإلى جعلها كتبا مؤلفة. ثم جاء بعدهم من كتب المجاميع والمصنفات التي لا زالت باقية في عصرنا الحاضر، ولما جاء الأئمة كأصحاب الصحيح والسنن حرروا هذه الأحاديث وكتبوها مرتبة على حسب الأبواب الفقهية، فكان تصنيفها تصنيفاً بديعاً، ولذا بقيت هذه الكتب ولا زالت موجودة في الأمة. ثم إن الناظر في هذه الكتب التي كتبت من تلك العصور الأولى يجد أنها باقية على هيئتها، لم يحصل فيها تغيير ولا زيادة ولا تحريف ولا نقصان، مما يدلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. فهذه كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المساند والمصنفات، انظر إلى شروح الأئمة الأوائل في العصور الأولى وفي القرون السابقة، تجد أنهم إنما شرحوا الكتب الموجودة بين أيدينا بلا زيادة ولا نقصان. والناظر في كتب بعض الفرق أو كتب بعض المؤلفين في فنون أخرى يجد الفروقات الكثيرة بين نسخ تلك الكتب زيادة ونقصا، بخلاف كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا زالت باقية على هيئتها وصفتها التي تركها عليها مؤلفوها رحمهم الله وغفر الله لهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولا زلنا نجد أن هذه الكتب على هيئتها وطبيعتها مع اختلاف طبعاتها واختلاف محققيها وعلى اختلاف البلدان التي توجد فيها نسخها المخطوطة، مما يدلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. وما ذاك إلا أن الله جل وعلا لا يحيلنا إلى شيء لا يمكن ضبطه.